محطة مصر برضو حد قال لي وانا جاي ابقى امشي شوية على الممشى بتاع اسكندرية. ممشى اسكندرية فكرته، طب هو في ممشى اهل مصر في القاهرة وما شاء الله عليه، وشفت الممشى بتاع اهل السويس في السويس، والحقيقة يعني هناك محافظ ذو ذائقة ايضا فقدر يعمل ممشى حلو جدا للسويس. انت قدمت للممشى ازاي وعملته ازاي وفكرت فيه ازاي؟ لا هو خلينا اقول لك، الفكرة ما كانتش فكرة ممشى في الاول قدم، هي فكرة ازمة مرورية على كورنيش اسكندرية في منطقة 45، شارع 45 ده محور رئيسي في اسكندرية كلها، بيفتح على المحمودية، بيفتح على الطريق الزراعي، بيفتح على الطريق الساحلي، كم سيارات جاي منه كبير جدا بيدخل على كورنيش اسكندرية. فبناء عليه في إشارة العربيات بتقف فيها بالربع ساعة وعاملة أزمة مرورية. فكانت الفكرة إن احنا يتعمل نفق كبير خاص بالسيارات في اتجاهين وخاص بممشى للمواطنين في الاتجاهين، ويفتح على كورنيش اسكندرية، والممشى ده يوفر نص ساعة تقريبا في دقيقة واحدة. نتج معانا واحنا بنعمل ممشى ده ان النفق ده اللي هو نفق 45 ان لازم يبقى عامل ممشى كبير على الجنب، على الجنب على طول بيبص على بحر اسكندرية. ممشى صغير بطول 260 متر فقط، لكن معمول بشكل راقي جدا، شكل جميل، اضاءاته رعينا فيها فنون الإضاءة للممشى، وبنلاقي الأسر بقى وكل أهل اسكندرية بيجوا يمشوا عليه في المسافة الصغيرة دي، رغم إن احنا لازم نبقى عارفين اسكندرية أصلا كورنيش اسكندرية 17 كيلو دول ممشى طبعا. حصل فيهم مشاكل خلال السنوات الأخيرة من التغيرات المناخية والأمطار لكن ممشى رائع. ده بقى ممشى انت كله بيطل على البحر مباشرة، مفيش اي حواجز او حواجب تحجبه، فكان النفق انجاز والممشى ده انجاز اخر. بجانب هذا الانجاز تبقى الحارتين بقى القبلية والبحرية اللي هم كورنيش اسكندرية اللي بتمشي عليهم السيارات، بدل ما كانت ثلاث حارات بقت خمسة، فالشارع وسع بشكل غير عادي. المساحة الرملية والشاطئ ما نقصش، بل بقى في جزء منه مسقوف بالمنطقة بتاعة النفق والممشى، فطبعا ايه الناس مش محتاجة شمسية او اي حاجة، فطبعا ده كان ادى شكل وطعم الكورنيش جميل. الحقيقة كل ما بشوف الناس سهرانة وقاعدة فيه بتقعد للفجر بيسعدني ان الشكل الجميل واستمتاع ضيوفنا واهل اسكندرية.